ماخذ استاذ نجم ماخذ احتكار لمنتج معين. يقول لك خليني احكي لك. يقول لك هذا المنتج هو مسوي عقد بال2019 يقول اشتفتت حوم مصانع يخص هذا المنتج بعموم العراق 25 سنه يعود الي ما من حقك تشتغل به. احتكار ويا الدوله. شايف مقاول او صاحب شركه يجي يحتكر الدوله بهاي الطريقه وموقعي له الشباب موقعي له يا سنه هذا العقد هذا بال19 انا هسه دا اشتغل على الغاءه 2019 الوزير السابق استاذ صالح زين. فالمشكله استاذ نجم مو مشكله وزير. الوزير ما يعرف ترى هسه اكو هوايه امور تصير في الشركات واتفاقات في الشركات الوزير ما له علاقه بها. انا مو دفاعا عن استاذ صالح ما له علاقه. هاي بصلاحيات مجلس اداره وتتم الاجراءات هو ما يدقق. اليوم استاذ نجم اليوم مجلس اداره يتخذ قرار في شراكه معينه مجلس الاداره يحيل القرار او الرؤيه او دراسه الجدوى الى جهات معنيه دائره فنيه دائره قانونيه رقابه استثمارات و و و يكتبون للوزير توصيه بانه هذا يخدم المصلحه ويحقق نجاح وقيمه مضافه وبها ادد فاليو كذا يكتب موافق الرجل لانه هو يصادق على صحه اجراءات. التفاصيل الدقيقة هي في الشركات في مقر الشركات هي اللي المفروض تعرف مصلحتها وين. بس انت من تشوف مثل ما تفضلت شركة تقبل تنطي كل هذه الامتيازات وتاخذ 5% لا. وعلى فكرة احب اطمنك على التزامات. تدري العقد بالتزامات وبحقوق. الالتزامات ما ينفذها يعني رواتب موظفين ما يدفع تطوير معامل ما يدفع مواد أولية ما يدفع مصبي بس أم داعيت له. لا لا بس حتى الناس نفس كلامك أم مو داعيت له. هذا مو ابن حلال اللي يعني وصل ذولا حتى الدولة تفلس. أنا لو مسؤول بالدولة العراقية وأطلع أسماء ذولا هم والوقع لهم وجاب لهم والوقفهم هم سبب حلال. بس أريد أفهم يعني هسه تدافع عن الوزراء تقول هذا مو سوء الوزير زين عقد من هذا النوع ياخذ 95 ويطل الدولة 5% وهو ماكل الدولة يعني يحتاج لعلم انه هذا فساد. لا حتى الوزير لا لا هو طبعا يعني انا ما اعرف ظروف الوزير السابق حقيقة لكن هو اكيد هو معتمد هو معتمد على هو معتمد هو معتمد على قرارات المفروض المادون هم اللي يشتغلوا هاي العملية اللي هم مدراء عامين اقسام الوزاره هم غير يقدمون غير قدموها بهاي الرؤيه بيناتنا الله لو جابوا لك هاي الرؤيه والله ما مشيها